105.3 انت على نغم اف ام، ودلوقتي انت في الاستوديو بحب الاذاعه. انا شافكي المنيري وهسمعكم وتسمعوني من الثلاث للخميس من 6 ل 8. هنتكلم في حاجات كتير جدا انا عارفه ومقدره. انت بقى نازل من الشغل سايق وسامع وزهقان والدنيا زحمه وعندك مشاكل، وبرده انت نازله وعايزه تروحي تجيبي الولاد وتروحي من هنا وتروحي النادي وتعملي مشاوير وتحاولوا تحلوا حياتكم. حياتنا هي حياتكم. هنسمع بعض ونتكلم ونحاول ان احنا نلاقي حلول. انا مهمتي ان انا اقدم لكم كل ما هو مفيد. عايزه طاقتكم الايجابيه تبقى انت ماشي كده في الشارع طاير. طاقة الإيجابية لما بتبقى موجودة بتخليك سعيد، بتخليك تفكر أحسن، بتخليكي أنت أحسن، بتخليكي تقدري تعملي كل اللي أنت عايزاه. من 6 ل 8 موضوعات متنوعة، مفيش موضوع ثابت، لكن تقدروا تقترحوا عليا اللي أنتوا عايزينه على الـ SMS 105.3 أو تكلموني في التليفون 3835316، وهفضل دايما سمعاكم. أنتوا دايما موجودين في بحب الإذاعة. 3 أيام من 6 ل 8 أنا في انتظاركم، أنا وكل نغم أف أم في بحب الإذاعة. بحب الإذاعة مع شفكي المنيري من الثلاث للخميس من 6 ل 8 بالليل على نغم أف أم. بحب الإذاعة.